هل يجوز لي أن أجالس وأشارك في المأكل والمشرب تارك الصلاة المصر على تركها؟ لا يجوز لك أن تجالسه وتشاركه في المأكل والمشرب إلا إذا كنت تقوم بنصيحته والإنكار عليه وترجو أن يهديه الله على يديك. فإذا كنت تقوم بهذا معه جاز لك أن أو وجب عليك أن تقوم به معه، لأن هذا من إنكار المنكر ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يهديه على يديه. أما إذا كنت تشاركه وتجالسه وتأكل وتشرب معه من غير إنكار وهو مقيم على ترك الصلاة إنه لا يجوز لك، أو مقيم على شيء من الكبائر فإنه لا يجوز لك أن تخالطه. وقد لعن الله بني إسرائيل على مثل هذا، قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وجاء في تفسير الآية أن أحدهم كان يرى الآخر على المعصية فينهاه عن ذلك، ثم يلقاه في اليوم الآخر وهو مقيم على معصيته فلا ينهاه ويخالطه ويكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم. وحذرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل مثل هذا الفعل لئلا يصيبنا ما أصابهم من العقوبة، والله أعلم. مثل هؤلاء أو غيرهم من المرتكبين لبعض المعاصي، هل الأفضل مخالطتهم واستمرار النصيحة لهم على أمل إصلاح شأنهم، أو هجرهم وترك مجالسهم أصلا؟ الأفضل مناصحتهم، لكن إذا كان في هجرهم مصلحة لأن يرتدعوا، إذا كان الهجر فيه مثلا تبكيت لهم وتخجيل وهو أنكى بهم بأن يرتدعوا فإنه يهجرهم. أما إذا كان الهجر لا يفيد شيئا فهو بين أمرين: إما أن يخالطهم ويناصحهم ويأمرهم وينهاهم، وإذا لم يرى جدوى فإنه يعتزلهم ويهجرهم. نعم.